طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، خلاص عيد الاضحى على الابواب. بالمناسبه دي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي نظم عدد من البرامج لدعم الفئات الاولى بالرعايه، وده من خلال توفير دعم نقدي ل 142 الف اسره، وكمان مؤسسه حياه كريمه وزعت 60 الف صندوق مواد غذائيه في عدد من المحافظات. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نفذ عدداً من البرامج لدعم الفئات الأولى بالرعاية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وأعلن التحالف عن تقديم الدعم النقدي ل 142 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 125 مليون جنيه، مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامناً مع احتفالات ذكرى ثورة 30 من يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك. تتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وتوزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد، بالإضافة إلى تجهيز العرائس، وذلك بتكلفة إجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تقدر ب 625 مليون جنيه، وذلك بدءاً من 30 من يونيو وحتى منتصف شهر يوليو. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة وصل الخير 2 التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تأتي هذه المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً وسعياً من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإدخال السرور على قلوبهم. دور مهم طبعا لهذا التحالف في هذا التوقيت المهم جدا، واحنا داخلين خلاص على العيد، وكمان الدور اللي قامت بيه وبتقوم بيه مؤسسة حياة كريمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية في هذه الأيام لازم يكون نموذج لكل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكمان لينا احنا كأشخاص. زي ما كنا بنتكلم أنا وجمانة في مقدمة الحلقة، ان احنا لازم ندعم بعض، لازم نساعد بعض، مش لازم نستنى حد يجي يطلب مننا حاجة جمانة، خصوصا ان الوضع الاقتصادي صعب، فلازم يكون عندنا احساس بالناس خصوصا في هذه الايام. طبعا يا شاذلي، يعني زي ما انت كنت بتتكلم الحقيقه لو بصينا ليها بشكل يعني اكبر وبصينا للصوره الاكبر هنلاقي ان الاقتصاد العالمي كله في ازمه، واحنا بالتالي كمان مش منفصلين عن العالم، فالوضع فعلا صعب، فلازم دايما نكون ايدينا في ايدين بعض، حاسين ببعض، مقدرين كمان اللي بيحصل. زي ما بنتكلم على مبادره حياه كريمه، فكمان منظمات المجتمع المدني تكون موجوده وبقوه، احنا نفسنا كاشخاص افراد يكون لينا دور. مستحيل يعني انه كل واحد يبقى عايش في جزيره منعزله لوحده ونطلب من المجتمع يكون احسن، بالتالي اعتقد هيبقى الوضع صعب. بكل تاكيد يا جمانه.